بالموعظة الحسنة والأمر بالمعروف حنصالح الدنيا على دين جميل مألوف ينصر المظلوم ويطعم المحروم ويطمن الملهوم. اللهم صل وسلم عليه. اللهم صل وسلم عليك يا حبيب الله. يا رب صل على الحبيب المصطفى وارزقنا سعيا بين المروة والصفا. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله. أعزائي المشاهدين، يتجدد اللقاء بحضراتكم في يوم جديد، يوم الجمعة من أيام الموعظة الحسنة. قبل ما ابتدي حلقتي، بس محتاج أقف مع يوم الخميس شوية، مع الندوة التثقيفية اللي كانت بحضور السيد الرئيس، وعايز أقف قدام مشاهد بعينها. اليوم كان صعب جدا، وانصح اي حد انه يتفرج على هذه الندوه ليس بعين السياسي، يعني هنختلف في السياسه قدر ما نختلف، لكن لا نستطيع ان نختلف في التراحم والانسانيه التي بيننا. جيش مصر، الهيبه، الكرامه، لكن قدام ام الشهيد تجد جندي عظيم مقدم اركان حرب، وانا اعي تماما ان اركان حرب دي حاجه كبيره، ينزل من على المنصه يجري جري علشان يواسي أمه الشهيد وكأنها أمه، وياخدها في حضنه وهي كأنها ابنها، عظمة، ولا ينتبه لأي شيء إلا إن دي أمه. الكاب بتاعه يقع، ولا هو هنا، هو مع مركز مع أمه، أم صديقه اللي هو من قبل كده ما قالش صديقي مات وسيبه، وإنما عمل معركة ما يشبه معركة عشان يفوز بجسد صديقه. وبعض الناس قد يظن أن هذه رفاهية، لكن هي دي أخلاق الصحابة. الصحابة رضوان الله عليهم كانوا يرفضون أن يتركوا أجساد أصحابهم ليعبث بها أهل الكفر أو أهل الطغيان أو أهل العصيان. مشهد. المشهد الثاني اللي يؤثر فيك أوي أوي أوي، وبرضو إحنا بنتكلم بعين الإنسان مش بعين السياسي. عمر الطفل الصغير اللي أول ما نطق قال أنا عايز أطلع بطل. هو ابن البطل لازم يطلع بطل، أصلها بتبقى جينات. وأنا بقول عمر هيطلع بطل علشان ما فرطش في الكاب بتاعه بسهولة، كل ما يحاولوا يقلعوا الكاب يرفض. بطل وابن بطل. والدكتورة حبيبة بنت البطل اللي هتطلع إن شاء الله دكتورة ظابط وتبقى بطلة. الجيش أو الجهاد في سبيل الله ليس فقط قتال، وإنما هو يد تلمس الضعيف فتنصره، ويد الجهاد في حقيقته، ويد تلمس الحزين فتجعله ينسى حزنه، ويد تكرم الشهيد فيفرح به أهله. يوم أنا بصيت فيه بعين الإنسان برضو للمرة الثانية وليس بعين السياسي، ودي مشكلتنا أن بعض الناس بيخلط السياسة بالإنسانيات بحاجات كتير قوي فيضيع معاني كثيرة. يوم جميل، يعني لا أخفيكم قولا، الواحد ما كانش قادر يتملك دموعه، وما كانش قادر أنه يشتغل كمان من عظمة هذه الإنسانيات ومن هذه القدرة ومن هذه التضحية، شيء عظيم. النهاردة زي ما نوهنا على صفحتنا الموعظة الحسنة مع إسلام النواوي، هنتكلم عن موضوع اسمه طريق إلى الجنة. وطرق الجنة كتير زي ما انتوا عارفين، لكن في طرق سهلة، يعني في طرق إلى الجنة كتير زي الجهاد في سبيل الله، ده طريق إلى الجنة، بس مش طريق سهل، مش أي حد يقبل إنه يقاتل فيقتل، فكرة صعبة شوية. في طريق إلى الجنة الزكاة، برضو بعض الناس يرى إن الزكاة مش سهل، شيء مش سهل أطلع فلوسي وأصرفها على ناس أنا ما أعرفهمش. من طرق الجنة بر الوالدين. طبعا انتوا اكيد فاهمين ان انا عامل الحلقه دي علشان خاطر ان شاء الله احنا داخلين على 21 مارس ما يسمى بعيد الامه، ما عندناش مشكله خالص في عيد الامه، بس احنا هنسميه عيد الاسره، عشان زي ما هنبر الامه لازم نبر الاب، وزي ما هنجيب هديه للام لازم نجيب هديه للاب، لازم تبقى اعيادنا تراعي الاشخاص.
في جملة بسيطة كده بس، عشان بعض الناس يقول لك حرام إطلاق لفظ عيد على أي يوم، يعني ما تقولش عيد الثورة، ما تقولش عيد الأم، ما تقولش عيد مش عارف إيه. إحنا نعي تماما كلمة عيد دي يعني احتفال، إحنا بنطلقها على اليوم ليس بالمعنى الاعتقادي، يعني عيد الفطر ده بنقول عليه عيد اعتقادا، يعني أمر تعبدي، إنما إحنا عارفين إن عيد الأم مش اعتقادا، تجوزا بنقول عليه اسم عيد، فلا يوجد حرمة في موضوع عيد الأم. الأمر المهم جدا في موضوع بر الوالدين ويوم الأسرة، حاولت إن أنا أجيب كلام جديد، كلام ما قلناهوش قبل كده، لأن إحنا دايما بنتكلم عن بر الوالدين وعقوق الوالدين وما إلى ذلك. هبتدي حلقتي بشيء مهم جدا جدا جدا، هبتديها من عند إن بعض الناس لا يستطيع أن يبر والديه لأنه يرى أن والديه سيئين الخلق او بيتعاملوا معاه بشكل وحش، ودايما الغالب دايما العقوق بيبقى مع الاب ما بيبقاش مع الام كتير، يعني في عقوق للام بس غالبا العقوق بيبقى مع الاب، ويبتدي من عند ثانوي، يعني مثلا تلاقي الطالب في ابتدائي في اعدادي شايف ابوه السند والقدوه وكل حاجه، عند ثانوي لما شنبه يخط كده ويحس ان المصروف مش مكفي ويحس ان ابوه بيقول له ما تتاخرش، خلاص بقى ابوه عدو له، ويبتدي يدور على اب ده بديل، يدور على عمه مثلا، يدور على خاله، يدور على ابو صاحبه، وينسى ان هو ده اللي كان ابوك سندك دعمك في ابتدائي واعدادي وما الى ذلك. وناس كتير جدا يعني كبار مش بس في ثانوي تلاقيه ما بيكلمش ابوه ما بيسالش عنه، يقول لك اصل ابويا فرق بيني وبين اخواتي، ابويا ما كانش بيعملني كويس، ابويا خرجني من المدرسه وخلاني اشتغل وما كملتش تعليمي. هل ده حضرتك مبرر ان انا انسى فضل ابويا وامي؟ ابدا. مهما لقيت من العناء بينك وبين أبوك، مهما لقيت في العناء بينك وبين أمك، لن يصل ذلك مرحلة إن أب يفرح إن ابنه اترمى في النار. هل أبوك حطك في النار؟ مش هنوصل للمرحلة دي. وفرح كمان اللي حصل بالظبط مع سيدنا إبراهيم. سيدنا إبراهيم خليل الرحمن أبوه آزر قومه أعدوا له نار، طبعا أزر ما شالش ابنه معاهم وحطه في النار، وإنما كان على مرأة ومسمع منه وشايف ابنه هيتحط في النار، وما حاولش نقول طب سيبوهولي وانا هبقى اعرفه غلطه، طب انا هبعده عنكم، لا، قال لهم اعملوا اللي انتوا عايزينه. طبعا ربنا سبحانه وتعالى نجى سيدنا ابراهيم. خدوا بالكم ده كان مبرر جدا، مبرر محترم جدا، مبرر كويس جدا، ان سيدنا ابراهيم ما يعرفش ابوه تاني. ده مبرر كويس جدا، مش زي دلوقتي تلاقي ابن ابوه حاربه من المصروف شويه اتعامل معاه على انه عدوه. منع عنه المصروف لانه بيشرب سجاير فحاول انه يبعده عن السجاير باي شكل، فهذا تفكيره ان انا مش هخلي فلوس في ايدك، فما بصش لفكره ان ابوه خايف عليه، وبص لفكره انه انت بتنكد عليا. لكن سيدنا ابراهيم الوضع كان معاه مختلف، ده ابوه فرحان ان ابنه في النار. سيدنا ابراهيم اللي خرج من النار وابوه عمل معاه ده كله، خرج من النار تخيلوا يعمل ايه؟ قال له يا ابتي، ما قالوش اسمع يابا، اسمع يا راجل انت يا كافر انت، ما قالوش كده، قال له يا ابتي لا تعبد الشيطان. الله، قال له يا ابتي يعني يا ابويا يا حبيبي. وابوه اللي كان فرحان انه في النار بيقول له يا ابتي اني اخاف ان يمسك عذاب من الرحمن. انا اللي كنت في جوف النار وانت حطيتني بايدك في جوف النار، خايف ان مجرد العذاب بتاع الرحمن يعدي من حواليك. ايه ده؟ يعني الرساله دي يعني لكل واحد كده ابوه حرمه من الميراث او ادى اخوه زياده، ابوك وحش بس انت هتعامله على انه ابوك، ده توازن يعني، ده فيهاش كلام. هتقول لي طب سيدنا ابراهيم استفاد ايه؟ سيدنا ابراهيم استفاد ايه من المثاليه المفرطه دي؟ الله، مش احنا بنقول البر لا يبلى والذنب لا ينسى والديان لا يموت، اعمل ما شئت كما تدين تدان. هو انت مفكر ان سيدنا اسماعيل لما ابوه قال له يا بني اني ارى في المنام اني اذبحك وافق كده بس من نفسه؟ ما هو سيدنا ابراهيم كان مقدم المهر وهو ابن لسه، لما ابوه حطه في النار قال له يا ابتي، فكذلك لما راح لابنه اسماعيل وقال له ربنا امرني اني اذبحك، قال له عنيا، ما قالوش راجع نفسك. وخدوا بالكم كان هيبقى حاجه لطيفه قوي، مش هيبقى حاجه ذنب في حق سيدنا اسماعيل لو قال ان ابويا كبير في السن فربما اختلفت عليه الرؤيه، لكن لان سيدنا ابراهيم وهو ابن
كان بارا بأبيه، فجعل الله ابنه برا به. قال يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى. هو سيدنا إبراهيم قال لأبوه أذر إيه يا أبتي، فراح إسماعيل كما تدين تدان قال له، قال يا أبت افعل ما تؤمر، ستجدني إن شاء الله من الصابرين. يا أخي كما تدين تدان. معاك مين يا ست منى؟ يا أم نور السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أهلا بك يا ست أم نورة. أهلا بك حضرتك يا فضيلة الشيخ. أموريني. الأمر لله وحده، ربنا يكرمك يا فضيلة الشيخ. أمور. يا فضيلة الشيخ بعد إذن حضرتك، أنا كنت مش بخلف، بعد 6 سنين ربنا كرمني وجبت توأم. ما شاء الله. توأم من بنت وولد ونورة وأحمد، وربنا يكرمك يا رب، بس هما محتاجين، نازلين ضعفة، محتاجين حضان السباد. أنا لسه والدة من قيمة 3 أيام، بس هما محتاجين الحضانة، محتاجين يتحطوا 20 يوم في الحضانة. فيعني ربنا يكرمك، أنا بس فعلا الحضانة اليوم، اليوم للفرد 250 جنيه. بعد إذنك سيبي رقم تليفونك. اللي بعده مين يا جماعة؟ يا أميمة، أستاذة أميمة أموريني. ألو، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ربنا يجازيك خير الاول على كل حاجه انت بتعملها، وعلى يعني ساعد صدرك للناس اللي انت بتسمع الناس، ربنا يجازيك خير ان شاء الله. ده انا اشرف بخدمتكم يا ست اميمه، امريني. إيه والله، احنا والله بجد بنستفاد منك ان احنا نبقى عندنا طول بال قبل اي حاجه للدنيا والناس والعيشه اللي احنا عايشينها. شوف يا ست اميمه، هقول لك حاجه على موضوع طولة البال. احنا كل واحد فينا عنده عيوب تكفي ان ربنا يعذبه بعيوبه، لكن لما نعامل الناس كويس ربنا سبحانه وتعالى ينسلنا كل العيوب اللي عندنا. فانا دي مش بالشطاره مني، ده انا بتاجر مع ربنا سبحانه وتعالى. الحمد لله على كل حال. معلش مورين، بس انا هطول عليك شويه. لا ما تطوليش، قولي اللي انت عايزه تقوليه قولي. حاضر. انا والدتي دلوقتي يعني عندها 52 سنه، عليها 10,000 جنيه ومحبوسه عشان ال 10,000 جنيه، وانا واخواتي الاثنين في الشارع. انا مش هقول اكتر من كده. عينينا. تلحقي تسيبي رقم تليفونك مع استاذه منى لو تكرمتي. عندك مين تاني يا استاذه منى؟ طيب نطلع فاصل ونرجع تاني نكمل طريقنا للجنه. صلي وسلم عليك يا حبيب الله. يا رب صلي على الحبيب المصطفى وارزقنا سعيا بين المروة والصفا. أعزائي المشاهدين، رجعنا لحضراتكم. أعي تماما حساسية الموضوع اللي أنا بتكلم فيه، وأعي تماما أن أم الشهيد بتسمعني، وأعي تماما أن حد ممكن تكون أبوه أو أمه متوفين وحاسس بألم الفقد. ولذلك سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم بيوسينا مواساة فوق ما تتخيلوا. رسالة لكل إنسان في يوم 21 مارس أبوه وأمه مش موجودين معاه. ما حرمتهمش حبيبي الغالي، والله ما حرمتهمش. ليه ما حرمتهمش؟ واحد جه لسيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول يا رسول الله أذنبت ذنبا، أنا عملت ذنب يا رسول الله. وسيدنا النبي لما سمع الذنب شاف أنه تكفير عن هذا الذنب بسيط، يعني قال له ألك أم؟ لك أم؟ فقال لا يا رسول الله. فرق رسول الله لحاله فقال له يا هذا، ألك خالة؟ لك خالة؟ قال بلى يا رسول الله. قال اذهب إليها فبرها. شفت سيدنا النبي بيوجه لك رسالة، اذهب إليها فبرها، اذهب إليها فبرها، اذهب إليها فبرها. هقولها لغاية ما الحلقة تنتهي لسبب. امبارح اتصل بي أحد الأفاضل وبيبكي بكاء شديد ومنهار، منهار انهيار صعب جدا. إيه اللي حصل؟ كان بين أمه ومراته مشكلة، فعلى عادة الزوج المصري يعني سمع كلام مراته، يعني عادي، يعني خلاص انا مش 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 هضايق امي ومش هينفع اجيب لك حقك، فيبقى الحل ان انا مش هعبر امي، مش هروح لها. هو ده كان الحل بالنسبه له كده. وكانت امه مريضه، كل ما يحاول يفكر انه يروح لها يقول لك لا انا زعلان، لا انا زعلان. في اليوم سبحان الله العظيم، في اليوم اللي قرر فيه انه يروح يزور امه قبل ما يخرج من البيت بدون مبالغه، هو بيقول لي كده، جاني اتصال قال لي امك ماتت. ياه، ولذلك اذهب اليها فبرها. ايه المشكله يعني تبقى مضايقاك وانت تروح تبرها؟
قد على فكرة انك تروح لامك او ابوك وهم اللي غلطانين فيك وتعتذر لهم لن ينقص منك شيء، لكن لن تستطيع ان تتحمل الم ان عينك لم تكن هي اخر عين رأت ابيك وامك. والله ده بيبقى فيه ابناء بارين بابائهم بس بيبقوا شغلهم بره، لمجرد ان يعرفوا ان ابوهم وامهم ماتوا وهم مسافرين بتلاقيهم حاسين بتقصير مع انهم عاملين اللي عليهم زياده. لن تتحمل امل الم الفقد. احنا دلوقتي مع بعض سهل نقول اسفين وسهل نقول معلش، لكن بلاش ناجل الامور لغايه ما واحد فينا يروح. اذهب اليها فبرها. معاك مين يا ست منى؟ يا ست زينب. عليكم. وعليكم السلام يا حاجه زينب، اموريني. الاسلام. اهلا بيك يا امنا الغاليه. منور الدنيا كلها والله. الدنيا كلها منوره بحضرتك اموريني. اكتر واحد بتقدم صداقات يا دكتور اسلام بابتسامتك على الشاشه دي. يسترك ويسعدك، انا احوج الناس الى دعواتكم يا امي. والله ربنا يكرمك ويجعلك من وشوش الناظره يوم القيامه ان شاء الله. ربنا يجعل ما نقدمه خالصا لوجهه. اموريني يا امي. يا رب. بص يا حبيبي، في يعني في بيقول لك من شغله مساله ذكري. من شغله القران وذكري عن مسالتي اعطيته اكثر مما اعطي السائلين. انا ما بحسنش انا عايزه ربنا حاجات كتير بس ما بحسنش الدعاء قوي يعني، فانا بفضل اقعد اذكر ربنا. ده صحيح؟ الله عليك، ده احسن حاجه احسن حاجه. حاضر يا ست زينب. ست زينب بتقول حاجه حلوه قوي، بتقول انا ما بحتاج حاجه ما بقعدش اقول يا رب انا عايزه، انا بقعد اذكره انا بقعد اذكره. ده صحيح، ده هو ده عين الصح. ليه؟ هقول لك. أنا لما أدعي ربنا سبحانه وتعالى أقول يا رب 2 مليون جنيه. خليهم ثلاثة. خليهم ثلاثة. ولا أربعة عشان الناس اللي معانا في الاستوديو برضه مبشبش عليهم شوية. فلما أقول يا رب 4 مليون جنيه أنا سميت عطاء طلبي، فربنا قد يعطيني هذا المال. لكن ما انبسطش بيه. لكن لما أقعد كده في خنقة وزنقة وضيقة وأقول لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، يقوم ربنا يقول لي أنت شغلت بالقرآن وذكري عن مسألتي، طب أنا هديك أكثر مما كنت تتخيل. وتعالى شوفها كده، تعالى شوف، هتلاقي ابن مثلا دايما يبر أبوه وهو فقير وغلبان وتعبان وحاله ضنك، لكن لو جاب نص كيلو حرنكش يخلي ربع كيلو لبابا وربع ليه هو ومراته وعياله. فده مش محتاج حد يقول لأبوه خد بالك من ابنك ده، ما خلاص ده التاني بقى كل شويه يقول بابا انا عايز مصروف العيال، بابا انا مش عارف ايه، فده بياخد طلبه بس. لكن التاني البر بابوه، ابوه يديله اللي في حجره، يبقى معاه كده الاكل قدامه ويقوم وياكل ولاده. هي دي النظريه، من شغله القران وذكري عن مسالتي. شوف كده وانت بتستحضر جلال الله وانت زعلان وحزين وبتقرا في سوره القصص عن ام موسى اللي بترمي ابنها وضنها في البحر بأمر الله، لا تخافي ولا تحزني. فبدل ما تقول له يا رب أنا فرج عني، ده هو اللي قال لا تخافي ولا تحزني، فتحس بالطمأنينة. ولذلك للقرآن مذاق لا يشعر به إلا من عاشه. كلنا بنقرأ القرآن في قراءة أجر، اللي هي إيه؟ بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، بسرعة كده عايز أقرأ ختمة وختمة وختمة. في قراءة تدبر، الحمد لله رب العالمين. في قراءة استمتاع. استمتاع دي تبقى قاعد كده بتقرأ وتنبسط. لا تخافي ولا تحزني. كان مصير موسى الطفل الرضيع انه يموت في البحر، لكن قال لها لا تخافي ولا تحزني فنجي. وبعدين ايا كان الصندوق يعني اللي كانت عاملاه ام موسى، وارد جدا انه كان يغرق وكان اي ميه تيجي تخش، وده طفل لو نقطة ميه دخلت في انفه هيموت، لكن ينجى. ينجى من البحر وينجى من جند فرعون اللي كانوا مستنيين اي طفل يلاقوه عشان يقتلوه. ولما ياخدوا الطفل ويصعبوا عليه يقولوا لفرعون ده لقينا طفل، فينجى من ايد فرعون لان مرات فرعون قالت له طب سيبهولي عشان انا عايز اعيل، ويتربى في بيت فرعون. ولما يتربى في بيت فرعون ربنا سبحانه وتعالى يجيب له امه في ترضعه، مع انه ما كانش طبيعي ان امه تيجي. ولما يتربى في بيت فرعون اللي هو كان بيقول انا الله، يعني ده كفر بواح، يطلع نبي. ليه؟ لا تخافي ولا تحزني. دي قراءة الاستمتاع. اقرا باستمتاع. اللهم ارزقنا حسن الفهم وحسن الادب. استاذة اسماء. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، اهلا بيك. اهلا بيك شيخ اسلام. اموريني. فضل حضرتك لو سمحت يا عم الشيخ،
انا واحده زوجي متوفي بقى 3 سنين، اه معايا 3 اولاد انا بربيهم، اه انا الحمد لله شغال عليهم والحمد لله بنسال ربنا في رزقهم وربنا بيرزق ولله الحمد، انا مش محتاجه حاجه من حد. الحمد بس لله. انا ربنا كرمني بان بنتي الصغيره، يعني عندي بنتي الوسطانيه اللي فيهم عندها قصور في الكبد، انا نعم. الحمد لله بعالجها بقالي بتاع سنه ونص. بس والله يا عم الشيخ، والله يا عم الشيخ، انا كنت بقى امبارح في المستشفى والدكتور قال لي انها محتاجه تعمل عمليه في الكبد، هتشيل جزء من الكبد. فوالله يا عم الشيخ من انا غير ما حاولت تحلفي يا اعمل بابا، من غير القرار، ما تحلفي، من غير ما تحلفي، تحت أمرك وأمورين. انا قررت اعمل العمليه دي، قررت ان انا اعملها على نفقه الدوله، قالوا لي ان اكبر حاجه بيطلع قرار نفقه الدوله ب 1200 جنيه، ومش هيفيدك بحاجه من غير ما يعني. نطول عليكي، سيبي رقم تليفونك مع ست منى، وإن شاء الله بأمر الله حد يتواصل بينا وبنتك تبقى زي الفل. وببشرك بما إنك ست مترملة، جوزك مش معاكي، وست ب 100 راجل واقفة في ظهر أولادك، ربنا سبحانه وتعالى هيكبر بخاطرك ولن يخذلك، ويوم القيامه هتزحمي سيدنا النبي وهو داخل الجنه كده ويقول لك انت عملت ايه، انت عملت ايه اسماء عشان تعملي كده، تقول له يا رسول الله جوزي مات وقعدت على اولاد الايتام اربيهم فتنالي بها مزاحمه رسول الله في الجنه. ربنا يكبر بخاطرك، ربنا يكرمك ويسترك. يا سماح، يا ست سماح، الو، اهلا بيك يا فندم. السلام عليكم ورحمة الله. والنبي يا عم الشيخ، خليهم 4 مليون و11 ألف جنيه بس، مش عايزة غير 11 ألف، وخدهم في الـ4 مليون. الله، ده انت بصلي بقى في رزقي. اموري يا سماح، اموريني. أنا الحمد لله معايا طفلة، الحمد لله الحمد لله، أنا بحمد ربنا والله العظيم، مش معترضين وحياة ربنا. نخش في الموضوع على طول. بس أنا عندي طفلة عندها صمامين في القلب، لازم يعني لازم تعمل عملية ضروري جدا، لأن ما بتاخدش نفسها، بتروح المدرسة حاطة على بقها اللي هو الجهاز اللي بتاخد نفسها بيبقى، انقلها المدرسة فيها وبرجعها ويعافيها تاني. ويكبر بخاطرك فيها يا رب العالمين. رقم تليفونك يا ست سماح، وما تبصيش على 4 مليون جنيه بتوعي، يسترك ربنا ويكبر بخاطرك. يا ام مين؟ ام عمرو. اهلا يا ست ام عمرو. السلام عليكم. وعليكم السلام يا امنا الغالي، اهلا بيك. اديني بقى فرصة اتكلم معاك. طب قولي يا ام عمرو. انا عاملة عملية قلبي مفتوح، ماشي، يشفيك ويعافيك. تعيش بقالي سنتين، انا كنت نادرة الست ايام البيض، ماشي، ان انا صومم طول العمر، ماشي. فجه كنت انا عاملة العملية في شهر 3، جه رمضان عليا الدكتور قال لي اوعي تصومي ولا رمضان حتى هتصومي، صحيح؟ انا ما صومتش اول سنة، ماشي، في تاني سنة صمت، بس حتى الدكتور كان بيقول لي لو تعبت في أي وقت لازم تفطري بسرعة. وماله؟ المهم ربنا قدرني وصمت رمضان. إيه حكم الست أيام البيض ما صمتهمش سنتين لهم فلوس بتطلع أو حاضر يا ست أم عمرو، حاضر يا ست الكل. أستاذة منى سيبيني دقيقتين بعد إذنك، بنقول كمان رسالة لكل أم شهيد شايفة إن كل واحدة ابنها داخل لها بهدية وهي قاعدة لوحدها. شوفي بقى، احنا امهاتنا هتفرح بينا في الدنيا بوردة، ده لو كان ايام زمان بيقتنعوا بوردة دي، صح؟ انما دلوقتي مبقاش في وردة. بتلاجة، بحتة دهب، كل واحد في طاقته. وخدوا بالكم الام بالذات تفرح بالعطية، حتة قماشة كده تخش بيها على ابوك، يا سلام، فرحان ابنه وفاكره. تخش على امك كده مش وردة بقى، عشان الامهات ما تزعلش مني، فردة حلق يمين كده والسنة الجاية نبقى نجيب الفردة الشمال، ما يجراش حاجة، هتبقى مبسوطة. فأم الشهيد تبقى تقول لك طب أنا ليه؟ اسمعي بقى أنت، بقى اسمعي، ده أنت واخدة الخير كله. يوم القيامة كلنا هنبقى واقفين خايفين وعندنا أعمال وحشة، محدش فينا ملك، فكلنا واقفين. طب يا ربي، تشوفي صفحتك كده وأنت واقفة، وتشوف صفحتك وأنت واقف، يا نهار أبيض، اقفل اقفل، مش عايز حد يشوف، اقفل. طب اعمل ايه؟ الا بقى اهل الشهداء واهل حفظة القرآن واهل الصالحين، مش خايفين ليه؟ الكتاب هيتفتح بس محدش هيشوف الكتاب مكتوب فيه ايه، هيستروا، وربنا سبحانه وتعالى يشفع فيهم اوليائهم، سواء كان شهيد او حافظ قرآن او صالح. وبالذات حافظ القرآن بقى، حافظ القرآن كمان ربنا يشفع في دول اوليائه. يعني ام الشهيد تقول له تعالي تعالي تعالي، انت هنا قاعده في الصف الاول، زي ما بيحصل كده في الدنيا، انت قاعده في الصف الاول، انت يوم القيامه هتبقى في ظل عرش الرحمن. ليه؟ انا ام البطل، بس مش هيبقى معاكي علي، مش عايزه اي حاجه تاني. اهل بقى حفظه القران، اهل القران
لازم بقى يبقى لهم كرامة، لأن هم كانوا بيتكلموا في كلام ربنا. فيجي أبوهم وأمهم، هم أهل القرآن، يبقى إيه؟ يبقوا واقفين على منابر من نور، عارفين المنابر اللي بنخطب عليها دي، يبقى معمل لهم منابر من نور. فالملائكة الأنبياء والشهداء يبصوا كده يقولوا لمن هذا، فيقولوا لأوليائي لأهل القرآن، حاجة كده يتعجبوا منها الأنبياء والشهداء. وبعدين يجي أبوه وأمه يلبسوا تاج من نور. اللي عنده ابن بيحفظ القرآن أو بيقرأ القرآن ده عنده كنز، عنده كنز ثمين. يا اللي متجوزة واحد حافظ القرآن، يا هناها يا سعدة. آه والله، يا هناها يا سعدة، حاجة عظمة. ما هو برضه هيشفع لها وأولاده. وكان شيخي عليه رحمة الله سيدنا الدكتور أحمد أبو السعدات، نحسبه من الصالحين ونحسبه من أولياء الله، كان يقول لي: الوالد والوالدة يوم القيامة ينادون على رب العزة أن يا ربي اشتقنا لرؤية أبنائنا. واضح كده من سياق الكلام أن أبنائهم في درجة أقل في الجنة، أو ربما لم يدخلوا الجنة، فيقول: يا ربي اشتقنا لرؤية أبنائنا فأنزلنا إليهم. فيقول ربنا: وعزتي وجلالي لا تنزلون إليهم بل يصعدون إليكم ولا ينزلون أبدا. فكنت أقول له: إيه إزاي الكلام ده يا مولانا؟ بالراحة علينا. يقول لك: يا ولدي، مش ربنا قال: والذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم بإيمان ألحقنا بهم ذريتهم. ربنا ما يفرقش أبدا المجتمعين في الدنيا، يجمعك مع أحبابك ومع أصحابك ومع أهلك ومع ذويك بصلاحك أنت. يلا بقى يلا. فنقول الأم الشهيد: لا، امسكي نفسك، الفراق صعب، لكن انت عندك جنة، انت ربنا سبحانه وتعالى أهداكي جنة. الواحد مننا لما ابنه مثلا يخش كليه الطب او يخش كليه عسكريه، يبقى فرحان قوي في اول يوم كليه. يا جماعه، في اول يوم كليه ويبقوا حريصين ان هم يروحوا يودوه. ولو دخل الطب بقى لازم يجيب البلطو: يا عم يا دكتور انت لسه البلطو مش دلوقتي. لك: لا، لازم اجيب له البلطو، ويحط السماعه على رقبته كده. ولو دخل هندسه ولسه ما خدش حاجه، لازم المسطره حرف التي والعلبه بتاعه اللوحات دي لازم يروح اول يوم بيه فرحان، وابوه وامه فرحانين، وربما يكونوا مستلفين عشان يجيبوا الحاجات دي. لكن فرحانين في ايه؟ في كلية. طب ما بالك بقى انت موديه الجنة. مش بقول لك اضحك، لكن اقول لك: خلي قلبك راض بقضاء الله. ولذلك بنقول في الاحتفال بعيد الام: ليس فيه جرح للمشاعر بقدر ما فيه احترام للام. ونفتكر بقى ام الشهيد دي غصب عننا، شئنا ام ابينا بقت امنا كلنا. ابو الشهيد شئنا ام ابينا بقى ابونا كلنا. واجب علينا طاعتهم كما نطيع آبائنا وأمهاتنا. طب ليه يا مولانا؟ ليه؟ لأن اللي مات ده مات مش عشان نفسه، مش كان بيدافع عن خطيبته، ده كان بيدافع عننا، فأصبح له حق في رقبتنا، وفاؤه في أوليائه، ولاده، أهله، زوجته. ربنا يبارك فيكم ويحفظكم وينصركم ويجبر بخواطركم. أستاذ إبراهيم، السلام عليكم. أحمد الله بركاتك يا مولانا. أهلا يا أستاذ إبراهيم. عامل إيه يا فندم؟ ازيك يا استاذ ابراهيم، وحشنا والله العظيم. وانت كمان. انا عايز اسال سؤال بس. نعم سؤال صغير لو سمحت. امرني يا حبيبي. هو الميت لما انت بتروح له او بتقرا له الفاتحه بيحس بيك؟ حاضر يا استاذ ابراهيم، عينيا. سؤال مهم جدا، وانا هصيغ السؤال ده بصيغه تانية في احدى المحاضرات او في احدى اللقاءات لتكريم اهل الشهداء. وخدوا بالكم، مش هم اللي محتاجين ان احنا نقعد معاهم، اقسم بالله، هذا عن حقيقه. احنا اللي محتاجين نقعد معاهم. تشوف الصبر والاحتساب والادب والاخلاق والدين والذوق. سؤال كده يعني حرق قلبي. ام احد الشهداء الابطال قالت لي بما نصه: ابني حاسس بيا يا مولانا. هي مش عايزه اي حاجه، يعني عايزه تتيقن ان ابني حاسس بيا يا مولانا. نعم، للميت ادراك بالحي، الميت له ادراك بالحي، بس احنا لا نسمعه ولا نعلم. كيف يصل ذلك؟ اقول لك. سيدي رسول الله صلى الله عليه وسلم من هديه انه كان عندما يدخل على المقابر يسلم على اهل المقابر: السلام عليكم دار قوم مؤمنين. ان لم يكن لهم ادراك بذلك فما كان سلم عليهم رسول الله. الميت يصله دعاء من يدعو له، الميت يعلم ببر من يبره. بعض الناس يظن ان انا لو عندي ميت وما اروحش المقابر ازوره زعلان مني. لا، زياره القبور ملهاش دعوه الميت زعلان مني ولا لا، مش هيزعل ان انا ما اروحش القبر،
ممكن ادعي له وانا في البيت، ممكن 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 باي شكل من الاشكال، هيبقى هو مدفون في مصر وانت في امريكا وتدعي له يوصل الدعاء، ينزل في رصيده ويعلم من الذي اهداه هذا الدعاء. ده ادراك من نوع خاص، لان حياته حياه غير حياتنا، اسمها حياه البرزخ، حياه مش مرتبطه بجسد، مش مرتبطه بـ 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 بجوارح يعني بق ومناخير وودن وبتاع، هو ادراك من نوع ما. الشهيد تحديدا له ادراك اكثر، له ادراك اكثر، ويحدث حوار بينه وبين الله. تخيل يعني الشهيد دايما يحدث حوار بينه وبين الله. كلنا لما نموت ارواحنا تصعد الى خالقها، كذلك الشهيد روحه تصعد الى خالقها، لكن له امتياز. ايه الامتياز؟ ان روح الشهيد توضع في حوصله طير خضر، تطوف في تسرح في الجنه، تسرح تمشي في الجنه، تاوى الى قناديل معلقه في عرش الرحمن، قناديل من ذهب متعلقه في عرش الرحمن، يعني نقدر نقول ان دي اعشاشها، يطل عليهم ربنا او ينظر اليهم ربنا وينادي عليهم اطلبوا ما شئتم. يعني ده حوار متكرر، ده حوار متكرر، ربنا سبحانه وتعالى يقول للشهداء اطلبوا ما شئتم، فيقولوا واي شيء نطلب ربنا بعد ما راينا. ده احنا شفنا كتير قوي من لحظه الوفاه، لما شفنا مقعدنا في الجنه وشفنا الحور العين وشفنا ما اعددته لنا وشفنا وشفنا وشفنا. ولذلك لحظه الشهيد الاولى دي انت تبقى واقف تعيط وشايف جسمه بينتفض وشايف الدم بيتطاير، لكن هو مش حاسس، هو في واقع تاني، هو في الجنة. الإنسان الوحيد أو الشخص الوحيد الذي أتيح له أن يرى الجنة وهو في الدنيا الشهيد، في آخر لحظة له في الدنيا، آخر لحظة له في الدنيا للشهيد وجسمه بينتفض، دي مش معاك، ده مش حاسس بيك، ده مش معاك خالص. ليه؟ لأنه عند سقوط أول قطرة دم منه هو شايف الجنة، ودي كرامة ودي عظمة. وقد تظن انه فقد الوعي، لا، ده انت اللي فقد الوعي، هو في حته تانيه خالص، انت ما يخطرش على بالك. فلا يوجد شخص في الوجود اتيح له ان ينظر الى الجنه وهو في الدنيا الا شهيد. فربنا سبحانه وتعالى ينظر للشهداء ويقول لهم اطلبوا ما شئتم، فيقول يا ربي واي شيء نطلب بعدما اعددت لنا؟ ها؟ فيعاود عليهم ربنا اطلبوا ما شئتم، فيقول يا ربي واي شيء نطلب بعدما اعددت لنا؟ فيقول يا ربي لا نطلب شيئا إلا أن نعود إلى الدنيا فنخبر أحبابنا أو من خلفنا بما أعددت لنا فلا يفرون إلى الزحف. فيقول ربنا إني أقسمت على نفسي ألا يعود إليها أحد، أخبرهم عنكم. صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. يا ندى، ازي حضرتك يا شيخ؟ انت اتخضيتي يا ندى، معلش انا ندهت لك بسرعه، انا اسف يا ندى، اموريني. لا لا يهم حضرتك، أنا عايزة أسأل بس سؤال. أنا دلوقتي كنت متجوزة من 3 سنين وقعدت مع جوزي شهر واحد. بعدها هو يعني أذاني وكان بيديني مخدرات من غير ما أعرف وكده في اخص عليه، اخص عليه. وبعدين يا عروسة ندى؟ أنا دلوقتي طبعا اتطلقت منه، وبعد عذاب سنتين خدت حقي فلوس، وحطيت الفلوس دي وديعة في البنك بصرف من على علاجي من الأرباح. فأنا عايزة أعرف أنا هطلع الزكاة قد إيه، هي الشهر الجاي هتكمل سنة. طب يا ندى، ما هو كان ممكن تسأليني يا ندى وتقولي لي إيه حكم الفلوس في البنك وخلاص، لازم نجيب سيرة الراجل الوحش ده، والنبي زعلتني يا ندى. حاضر يا ندى، عينيا يا عروسة ندى، حاضر، ربنا يسترلك. يا أم رأفت، يا أستاذ رأفت. أيوه. أهلا وسهلا. أهلا بيك يا حبيبي. إزيك يا أمي، أموريني. أنا بطلب رجاء إن البرنامج بتاعهم ده ما يبقاش مرة واحدة في أسبوع. حاضر حاضر يا ماما. يعني مش معقولة، يعني في برامج يعني خسارة الكهرباء ما بتشتغل عشانها. كلهم على خير يا أمي، والله كلهم على خير. حاضر يا ماما. عايزين، مش معقول يعني البرنامج بتاعك فيه موعظه حسنه، احنا عايزين ايه اكتر من كده؟ والله يا امي يكفيني من الدنيا شهادتك دي، مش عايز حاجه تاني من الدنيا. يا حبيبي احنا مش عايزين الا الكلام الجميل اللي انت بتقوله ومعلومات احنا فيه. انا عندي 76 سنه. الله اكبر. انا بقول لك يا امي كل سنه وحضرتك طيبه بمناسبه عيد الام. طيب يا حبيبي وانت طيب. يعني ولو اعرف مكانك فين اجيب لك هديه لحد عندك يا امي. يا حبيبي لا، مش ممكن، مش ممكن، انت اخلاقك يعني مش معقول. يسترك ربنا. انا اتمنى من اداره جنين بدل البرامج اللي
حاضر يا أمي، هتوصل الرسالة. طبعا احنا بنوجه تحية للجندي المجهول اللي مش قدام الكاميرا، الدكتور محمد خضر أخونا الكبير مدير القناة. هو يبذل أقصى ما في وسعه، وإحنا كلنا عارفين الظروف اللي هو بيتحداها عشان ينهض بالقناة، هو وأسرة الإدارة كلهم إخواتنا الغاليين ومقدرين، ويكفينا منكم ثقتكم الغالية، وربنا يغفر لي ما لا تعلمون. على فكرة عندي حاجات كتير قوي وحشة والله، يعني مش عارف أنتوا شايفيني حلو إزاي، ربنا يغفر لي ما لا تعلمون ويعين إخواتنا في دريم. وبنقول للأستاذة منى والأستاذة هالة والأستاذة بسمة، وبقول للأمي وكل أمهات المسلمين وكل الأمهات في الدنيا كلها، كل لحظة وانتم نور عينينا وانتم قلوبنا من جوه ونبض قلوبنا، لولا كنا ما كنا. واي تقصير مننا في حقكم، اي تقصير مني في حقك يا امي، على فكره برضو من الناس اللي من الابناء اللي ممكن يتعصبوا وما الى ذلك، اي تقصير في حقك يا امي او في حق ابويا او في حقك يا استاذه منى او يا استاذه هاله او يا استاذه بسمه او كل الناس اللي بيتعاملوا معايا، كل سنه وانتم طيبين، ربنا يخليكم لينا. طيب عايز اقول بس جمله استاذ منى، ده انا لسه قايل لك كل سنه طيبه. يا نهار ابيض يا ام وائل. حاضر نص ساعه يا شيخ سالم. وانت طيبه يا ام وائل، كل سنه وحضرتك طيب، وانت سعيده ومتهنيه يا رب. انا بشوف حضرتك على طول على العاصمه، يسترك ربنا، ولا يوم اسيب لما اشوف حضرتك وبتبشر بوش حضرتك والله، يسترك ربنا. انا عايز اسال سؤالين معلش. اوامر يا ام على حضرتك. أنا اللهم صل بحفظ قرآن بوهب لجوزي، أنا عندي 70 سنة. الله أكبر. جوزي وأخويا وأم وأبويا. أحلى هدية. أنا باخد ثواب. بتاخدي الثواب وهم بيوصلوهم نفس الثواب وحاجة زي الفل، أحلى هدية. وبصلي القيام والضحى والفجر كله، حاضر حاضر، وأعرس وآخر النهار أقعد أسبح. يا الله. والله ما صلى على النبي. بس في يوم يا شيخ سالم أول إمبارح انني مسكت المصحف بقرا فيه الصبح بعد ما افطر واخد علاج، بقرا فيه الصبح. الله. وبعدين نسيت انني مش متوضيه بعد ما قريت كذا صفحه. وماله يا حبيبتي؟ فقعدت اعيط واقول سامحني يا رب، سامحني يا رب، وعيط جامد. رفع عن امتي الخطا والنسيان. انت كنت ناسي. قمت اتوضيت وبدات من اول ما بدات تانية يا الله يا الله. انت ام عظيمه، انت ست عظيمه والله، ستة عظيمة عندها 70 سنة، اللي زيها بيقعد مش قادر، وفاكرة ذكرى جوزها وفاكرة أخوها، وده هي دي هي دي. يا الله يا الله، ربنا يخليكم لينا والله العظيم. هذه النماذج لو نستطيع أن نقبل أقدامهم نعمل كده، وهي عبادة إلى الله تبارك وتعالى أن نتقرب إلى الصالحين زي أمنا أم وائل. ما تبصوش ليا أنا راجل علمت في الأزهر، فطبيعي أن أنا أتكلم كده، طبيعي، ده مش فضل مني على فكرة، اساتذتي يعلموني وربوني. الجمال بقى في الست اللي زي ست ام وائل، تقول لك انا ست يعني على قدي، واقوم الصبح وازكي واقرا قران وافتكر جوزي، ويعني الست خايفه برضو، ايه يعني برضو هي بتحب جوزها برضو، بس يعني عايزه نفسها برضو، يعني لما اقول لجوزي انا ما اخدش، ده انت تاخد الاجر كامل وهو ياخد الاجر كامل، وتبقى حاجه زي الفل، ويبقى فرحان بيكي كده، ويوم القيامه تبقى انت احسن في عينيه من الحور العين، تبقى انت كده يا موائل كده ما شاء الله. مش هتخشي 70 سنه الجنه، ما حدش هيخش الجنه عجوز، كله اقل من الاربعينات، اقل من الثلاثينات، خش كده شاب ورور، عمليه تجميل على الواقف، ولا في تجاعيد ولا في ظهر ولا في، كله يخش الجنه شاب، لن يدخل الجنه عجوز. انا هخش الجنه اجي ام اشرب ولا حاجه اقول يا ظهري، مفيش كده عند ربنا، نعيم مقيم. نحن نتعامل مع الله. لو دايما كنت اقول لاصدقائي واقول للناس اللي بيقعدوا معايا، لو كلمنا الناس عن الله بصفات الجمال كما كلمناهم عن الله بصفات الجلال لذابوا عشقا في الله. نطلع فاصل ونرجع تاني. حبيب الله اللهم صل وسلم عليه، اللهم صل وسلم عليه. يا رب صلي على الحبيب المصطفى وارزقنا سعيا بين المروة والصفا. وبسرعة كده أنا قلت إن النهاردة بنتكلم عن طريق الجنة، طب هو بر الوالدين الأم والأب طريق الجنة؟ والله سيدي رسول الله صلى الله عليه وسلم طلع المنبر وقال امين، فلما نزل قالها ثلاث مرات، فلما نزل قالوا له انت قلت امين ثلاث مرات ليه يا سيدنا النبي؟ قال جاءني جبريل فقال لي من جمله ما قال: خاب وخسر او رغم انفه من ادرك والديه او احدهما ولم يدخلاه الجنه.
قل امين يا محمد، فقلت امين، فاصبح الوالدين طريق الجنه. طريق من جمله الطرق، احنا ياما ضيعنا طرق، خلينا نضمن طريق ايا كان بقى، كل واحد ودرجه بره. ولذلك اصبح بر الوالدين علامه من علامات الصلاح والخير والفتح. كان في من الناس من التابعين، من كبار التابعين، او احنا بنسميهم مخضرم، من حضر الصحابه وهو صغير اول، كان اسمه اويس بن عامر. اويس بن عامر القرني ده كان من اليمن. فسيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم قال في جملة ما قال في أحد الصحيحين أنه يقبل عليكم من اليمن رجل يدعى أويس بن عامر. ماله؟ سيدنا النبي ما شافهوش، لم يرى أويس بن عامر، وهذه من كرامات رسول الله. أويس بن عامر ما كانش موجود. فقال يقبل عليكم رجل من أمداد اليمن يسمى أويس بن عامر. فإذا قصته إيه أويس؟ أصيب بالبرص. البرص ده المرض اللي كلنا عارفينه، بيبقى جوه في الجسم محدش شايفه، شفاه الله منه إلا موضع درهم. قيل أن الموضع الدرهم كان في سرته أو في كتفه. هو بار بأمه، قصته معنا أنه بار بأمه، هو مستجاب الدعاء. فلو رأيتموه واستطعتم أن تجعلوه يدعو لكم فاطلبوا منه ذلك. كان سيدنا عمر بن الخطاب وهو الفاروق وهو الأحد العشر المبشرين بالجنة، اللي هو يبقى نسيب سيدنا رسول الله وأبو السيدة حفصة مرات سيدنا النبي، وحاجة عظمة جدا، وأمير المؤمنين. كل ما يجي له وفد من اليمن يقول أفيكم أويس بن عامر، أفيكم أويس بن عامر، إلى أن جاءه أويس فقال سمعت رسول الله يقول كذا، وإني أطلب منك أن تدعو مني يا أويس، أن تدعو الله لي يا أويس. طلب من سيدنا أويس أن يدعو الله له، فدعا له. ثم من جملة الإكرام بقى، من جملة الإكرام، فقال له سيدنا عمر عايز تروح فين؟ أوديك فين؟ قال دعني وما أريد. قال أكلم لك أو يعني يوصي له أمير البلد روح. قال دعني وما شئت. هم دايما الصالحين كده، مش مدعين شهرة، يبقى في الخفاء، ربما والله يكون عامل نظافة وهو أقرب إلى الله منا. ليه؟ راجل بيتقي ربنا في شغله، ياكل حلال، يا رب يقول لك عنده سبع بنات جوزهم السبعة منين وهو مرتبه 950 جنيه كده. هو في كنف الله، هو في رعاية الله. هذا ما أحدثه بر أمه به عن أويس أتكلم. معك مين؟ ست منى. ست منى، أستاذ أحمد. اهلا بك يا استاذ احمد. والله كنت عايزك تسمع ملخص كده. سيب رقم تليفونك يا حاج احمد، حاضر، عينيا ليك. معاك مين تاني؟ يا ام مروه. الو، اهلا وسهلا. وعليكم السلام. كل عام وانت طيب. كل لحظه وحضرتك متهنيه يا رب. انا عندي 76 سنه. لسه شباب والله. شكرا. أمورين. دايما بعمل، يعني بعمل عند الحمام كتير ميه كتير وببرد قوي في الشتاء. فانا السنه دي بس صليت، بقيت اصلي وانا يعني قعدت كده على السرير وغطيت نفسي بالبطانيه. كنت بصلي ساعات المغرب والعشاء والفجر كده. فده حرام ولا مش حرام؟ يعني معلش يا ماما، عشان البروده يعني. والبطانيه على رجلك؟ وانا مغطيه، وانا يعني قاعده كده على السرير ومغطيه ومفرده رجلي ومغطيه ومغطيه رجليا بالبطانيه. حاضر يا حبيبتي. عيني، يا سلام يا سلام على الجمال. يا الله يا الله يا الله. زعلانه ان هي بتقوم لصلاه الفجر بس حتى البطانيه على جسمها. مفيش مشكله خالص يا ماما، مفيش مشكله خالص. انت كده طالما انت حاسه ببروده، زيك زي اللي لابس عبايه نازل يصلي الفجر ولابس عبايه، المهم ان انت مستقبله القبله ومتطهره والدنيا تمام، صلي يا امي والبطانيه على جسمك. ينفع؟ ايوه، مش في اعذار. مش احنا قلنا يجوز للشخص انه يصلي وهو نائم؟ ما هو اللي نايم ده نايم متغطي. المشكله انك تستشعر جلال الصلاه، وانك ما تنتقلش الى الرخصه الا اذا كنت محتاج ليها. يعني ايه؟ يعني انا راجل صحيح اهو، فرايح مشوار، رايح مثلا أسوان، رايح العريش، رايح سينا، رايح أي حتة، فهروح بالعربية، فهقعد في العربية كتير، طبيعي إن ظهري هيوجعني، بس أنا شاب أقدر أقف، يعني أقدر أقف، ما أروحش بقول تعبان يا جماعة هصلي وأنا قاعد، أنا قادر على الوقوف، إنما اللي مش قادر ده ينتقل للرخصة على طول. يعني هي القضية إنك المفتي بتاع نفسك، أنت اللي تقدر تقول أنا هاخد الرخصة دي ولا لأ. في واحد يبقى عنده شوية مرض بس قادر على الصيام، حقه شرعا انه يفطر شرعا، حتى ان بعض العلماء قال لك وان اصيب بجرح في يده، يعني واحد تعور كده قال لك ده اسمه مرض،
بس انت مفتي نفسك، انت اللي تقدر تقول انا هقدر اصوم ولا لا، وربنا سبحانه وتعالى يقبل منك. معاك مين يا ست الكل؟ يا أمة الله، السلام عليكم. بحضرتك. اهلا بيكي. انا كان عندي استفسار بس مع يعني معلش، لان ماما الوقت سامعاك عايزاك يعني ماما. سلامنا لأمنا الغالية وكل سنة وهي طيبة. الله يخليك. أمورين. مامتها عندها حوالي حاجة و80 سنة، كانت دايما تتعب تيجي عند ماما، هما أختين اتنين، ماما ولها أخت تانية، فدايما ماما اللي كانت شايلها والأخت التانية كانت موظفة، كنا مثلا مقدرين تتعب وتقعد ماما بتراعيها على قد ما بتقدر، ولما بتخفي بترجع بيتها، والله بقول بما يرضي الله. رجعت تاني تعبت وتالت تعبت، ماما جالها انزلاق غضروفي وجالها فقرات وشالت غضروف في رجليها من شيل مامتها وحطها ودخولها لوحدها، لان هي كانت ماما الوحيده اللي كانت بتشتلها، كانت بنتها بتروح وبتيجي وعايشه حياتها الطبيعيه. ماشي يا حبيبتي كملي. وترجع فين؟ ترجع هنا تبص يعني تزور مامتها ساعه بالليل وترجع. المهم ماما تعبت خالص والدكاترة قالوا لها ما ينفعش انك تشتالي حد او تشيلي او تحط. ماشي. فقلنا لها خدي مامتك عندك شوية، واحدة اشتالتها سنين، هو الغلط ان الثانية تشتال شوية؟ انا عايز اعرف بقى ايه، تعالي بقى عند الخناقة يعني. أوه. خديني في لحظة الخناقة بقى. اخدك بقى. لا اخدها فين؟ انا موظفه. ومال. طيب ما انت ما جتيش اشتلتها وانت موظفه، ما انت دايما كنت بتساعد الغرب وانت موظفه، لو حد تعب من ناحيه. ودلوقتي خالتك مخصماكوا يا حبيبتي صح؟ مخصمانا وطلعتنا ان احنا ما نستحملش. طبعا طبعا طبعا. هو مين هيحاسب مين؟ ربنا اللي هيحاسب خالتك دي، امك ربنا سبحانه وتعالى فتح لها باب للجنه انها تتكرم وتتشرف بخدمه امها. جالها اصابه عمل وهي بتخدم امها، جالها انزلاق غضروفي. ما تقلقيش على مكافحة نهاية الخدمة يا حاج، هتاخديها عند ربنا، علامة ليكي يوم القيامة وانت داخلة الجنة. انت مش من حقك تقولي لأختك يا حاجة أو انت يا أستاذة تقولي لخالتك ما تشيل أمك. ما إن شاء الله ما شالتها. ربنا ثواني يا بابا، ربنا حرمها باب للجنة، مش أنا اللي هفتح لها الباب. تفضل ماما على قد ما تقدر تخدم مامتها، واللي تأثر فيه ماما واجب عليكي لأنها جدتك. تعالي بقى نتكلم الكلام الصح. واجب عليك لانها جدتك، لكن انا مش هروح اجيب خالتك من شعرها واقول لها تعالي تعالي. هي ربنا هيحاسبها ولادها هيعملوا فيها كده، لكن اللي هتاثر فيه امك هيبقى ملزوم منك لانها جدتك، وهيبقى ملزوم من اختك لانها جدتها. الجده والده، مش الجده دي واحده كنا نعرفها جابت لنا امنا زي اللبه وقشرتها، فماما اللبه من جوه وتيتا قشرتها، ارمي القشره في الزباله، لا القشره فوق راسي. فالجدة والدة، ولذلك الجدة بترث. ليه؟ لأنها أم. فخلونا نتكلم دين صح. أنا مش هقول لأخويا تعالى خد بالك من أبويا. ليه؟ لأن هو أبوه زي ما أبويا، أنا مش هحنن قلبه عليه. لكن أنا وولادي وولاد ولادي وولاد ولادي في خدمة أبويا. أمك ما تحملش طاقتها أكتر من نفسها، ربنا يشفيها ويعافيها، وتضحك في وش أمها وتعمل اللي تقدر عليه. اللي تأثر فيه ماما حضرتك تعمليه وتثابي عليه قدام ربنا، ولو قصرت فيه تعاقبي عليه قدام ربنا. حلقتي خلصت. بسمة بتقول لي اللي أنا لسه قايلها كل سنة وأنت طيبة هندعي، وعمالة تقول لي في الإيربيس أسحب منك التهنية ولا أعمل إيه؟ كنت عايز أقول بسرعة، أقول دقيقة ولا خلاص؟ دقيقة ممكن؟ لا قالوا لي لا. يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى، يا واسع الكرم واغفر إلهي لكل المسلمين بما يتلى في المسجد الأقصى وفي الحرم بحق من بيته في طيبة حرم، واسم رسول الله واسم المصطفى واسم حبيبي قسم من أعظم القسم. اللهم اغفر لنا وارحمنا وعافنا واعف عنا، بارك في آبائنا وأمهاتنا وإخوتنا وأبنائنا. اللهم اربط على قلب أم الشهيد وأبو الشهيد وأبنائه يا رب العالمين. اللهم احفظهم بحفظك وأمدهم بمددك. اللهم احفظ مصرنا، اللهم احفظ مصرنا وشعبنا وجيشنا وجندنا وشبابنا وبناتنا وأعراضنا وسائر بلاد المسلمين. اللهم واحفظنا بما حفظت به عبادك الصالحين. اللهم أعني على نشر دينك بالشكل الذي يرضيك عني. اللهم إنا نسألك نعيم الجنة وطعام الجنة وحرير الجنة ومرافقة سيدي رسول الله في الجنة. اللهم رب الحل والحرام والركن والمقام والمسجد الحرام، ارزقنا دوما زيارة المصطفى عليه الصلاة والسلام. على خير نلقاكم بأمر الله تبارك وتعالى الأسبوع المقبل يوم الجمعة الساعة 4 عصرا في برنامجكم الموعظة الحسنة. السلام عليكم.
الحسنة دايما حنتلاقى ونجدد الذكرى وقلوبنا مشتاقة بالموعظة الحسنة دايما حنتلاقى ونجدد الذكرى وقلوبنا مشتاقة بالموعظة الحسنة بالموعظة الحسنة اللهم صلي وسلم عليه اللهم صلي وسلم عليه يا حبيب الله.